عرفتها امبارح بالصدفة. شو هي؟ ما بعرف إذا إلها علاقة بالشي اللي صار معك ولا لا، بس بظن إنه أنت لازم تعرفيها. قولي لي. أمين طلع مصاحب مرته القديمة. هول الأسامي وأرقام التليفونات، بدقي لهم واحد واحد، بتشوفي لي مين أنا ومين أوت، تاخدي لي مواعيد تصوير. أوكي. أوكي، مرسي. ويلكم. بتعرفي إنك بنت حلال؟ هلا مسك التليفون بدي أدق لك. ليكي من بعد ما انعرض الريبورتاج على التلفزيون في كثير أهالي اتصلوا. وكلهم أولادهم مخطوفين وكلهم فاتوا على مستشفى أمين. بعدين بعدين كارلا، نرجع نحكي بالموضوع بعدين على رواق. هلا عايزتك موضوع ضروري. عم تبكي على ابنك ولا على جوزك؟ عم ببكي على حالي وعلى اللي صار فيي من وراك. بس لو قبلت نكتب كتابنا ما كنا وصلنا لهون. أنا ما تجوزت أمين بإرادتي. أنا انجبرت أتجوز وعيش معه مع إني ما بحبه، لأنه أنت تخليت عني. أنا ما كنت مبسوطة بالحياة اللي عيشتها، كنت عم بموت كل يوم 100 موتة. كنت محبوسة مثلي مثلك، قلبي محروق على ابني وعم استقبل ابني، قلبي محروق على الرجال اللي حبيته وبعدني لهلا مثل عمارة بحب.